بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، كلنا نقرأ سورة الفلق ولكن قلما نتدبر بمعنى كلمة الفلق وعمق هذه الكلمة ومدى دلالاتها الواسعة. انظروا أيها الأحبة، كل الكائنات الحية تتكاثر بالفلق، أي أن الخلية تنقسم أو تنفلق وتشكل خلايا جديدة. الكائنات الحية كلها هكذا، يعني أنت الإنسان كإنسان خلايا جسدك تتكاثر بهذه الطريقة، طريقة الانقسام الخلوي، أو بمعنى أدق الفلق، أي تنفلق نصفين. كل النباتات التي تراها عندما تضع البذرة في التربة فإن هذه البذرة يجب أن تنفلق هكذا ليخرج منها النبات. الذرة أيها الأحبة، أيضا الذرة الانقسام النووي، يعني مثلا الشمس، النجوم، التفاعلات النووية كلها تعتمد على الانقسام أو على انفلاق الذرة لتشكيل عناصر جديدة. الفلق أيها الأحبة إذن يشمل كل شيء في الكون. فعندما يقول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، معنى ذلك أن الله هو رب كل شيء، رب كل ذرة في الكون، رب كل بذرة نبات في الكون، رب كل خلية في الكون، فهو رب كل شيء. وعندما أنا أستعيذ بهذا الإله العظيم، كلمة أعوذ أي ألتجئ، أي يا رب أنا جئت إليك محتميا بك ملتجئا إليك، فأنت تحقق لي الحماية والحفظ وتأخذ بناصيتي إلى طريق الخير وتحميني من الشر، فأنا أعوذ بك، أي ألتجئ وأحتمي بقوتك يا رب العالمين. انظروا كم هذه الدلالات عميقة، والتي ينبغي على كل واحد منا أن يتدبرها كلما قرأ قل أعوذ برب الفلق. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.